السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس غادي نقدم لكم الحروف المركبة وكيفاش غادي نقراهم مع إعطاء أمثلة بالطبع. Bonjour. Dans cette leçon, je vais vous présenter les lettres composées et comment on va les prononcer, en vous donnant bien sûr des exemples pour chaque lettre. Allons-y. Les lettres composées. الحروف المركبة. Example. عندنا AI. شنو كنقراوها؟ نقراوها A. مثلا فرونسي. عودوا معايا. AI كنقراوها A. فرونسي. AU كنطقوها O. AU O. Par exemple, chaussure. Chaussure. Sur ou à ce bas. A-N, on. A-N, on. Par exemple, rond. Rond ou à saf. A-I-N. Du coup, là, quand on trouve à un. A-I-N, un. Par exemple, copain. Copain. Sader. عندنا A I M هنايا N هنا عندنا M A I M N par exemple fin un fin والجوع A I L كنطقوها A A I L A par exemple travail travail العمل أو كنطقوها أون A E M أون example lamp lamp I N كنطقوها أن I N كنطقوها أن تانا عندنا U N تاهي كنطقوها أن I N أن example matin صباح matin I E R Ié, ié. Exemple, cahier, cahier. Diphtar. O-N, je connais quoi? On, on. Exemple, le son, what does. O-I, je connais quoi? Wa, wa. Exemple, roi, roi. Malik. O-U. Kanotkoha. Ou. Ou. Exemple. Mouton. Mouton. Welkepsh. Hawli. O-U-I. Le jmenaha. Kanotkoha. Oui. Oui. Taïa kelma kangoula yenam. Oui. Naam. Oui. Adna exemple. Mouye. Mouye. فيزيك كيكون فازك عندنا او اي ان وان وان اكزامبل كوان كوان شي قلت في المكان او اي او ان كنطقوها ان 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 واحد او اي كنطقوها وي او اي وي Exemple, pluie, pluie, chta. E-I, yé, yé. Exemple, neige, neige. E-I, canotte quoi? E, neige. E-U, E, E. Exemple, feu, yé l'afia. Neige, yé t'inj. Feu, l'afia. E A U notre O O exemple ruisseau ruisseau bateau E N notre on on exemple attention attention hader E M taille on on exemple tremble tremble
شي واحد اللي كيتقفقف كيترعب. اي 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 في اكزامبل في ورقه في او اي كنطقوها اي اي اكزامبل كير هو القلب كير. عندنا تي اي او ان كنطقوها سيون سيون اكزامبل فورماسيون فورماسيون تكوين. عندنا اي ان كنطقوها ان بحال كنطق بحال يو ان اي ان كلهم هادو كنطقوهم ان اي ان ان اكزامبل ان بولي. اي ال اي اكزامبل في ان بولي هي شي واحد غير مؤدب في بنت. اي اي ال كنطقوها اي اكزامبل غاي يا سيكا الحديدية غاي. او اي ال كنطقوها اي اكزامبل غيفي غيفي استيقاظ من النوم. الى كانوا عندنا جوج حروف بحال بحال لاصقين بحال دو تي يكونوا عندنا جوج اس جوج بي كتكون بحال الشده في العربيه. اكزامبل بواسون بواسون سمك. شوسيت شوسيت كنوركو الكلمه شوسيت مصبا. بالنسبه لبي اش ملي كتكون ملاصقه كنطقوها اف اف اكزامبل فوتو فوتو صوره. سي اش كنطقوها بحال حرف الشين في اللغه العربيه اكزامبل شومبر شومبر غرفه. جي يو كنطقوها غا كما قلت لكم في الدرس السابق اكزامبل غيد. جي ان كنطقوها ني ني اكزامبل اونسيني اونسيني يدرس. كا اش كنطقوها خا اكزامبل خليل خليل. جي اش كنطقوها غا اكزامبل غيتا غيتا. جي اش كنطقوها غا غيتا. واخيرا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. تابعونا معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد وشكرا.